مشاهدينا الكرام، لتعليقي أكثر عن هذا أو على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والفلسطيني السيد محمد القيق. أهلا بكم أستاذ محمد. بداية، بعد مقتل صهيونيين وإصابة آخرين بجروح بعملية طعن قرب مستوطنة أرئيل، ما هي تداعيات العملية على الأرض؟ نعم، نستطيع القول أنها عملية نوعية، وكذلك حملت معها توقيتا أمنيا وتوقيتا سياسيا ميدانيا. الآن قوات الاحتلال صفعت من خلال هذه العملية، حيث أن المقاوم الفلسطيني استهدف الجنود وهم مدججين بالسلاح، وهذا أمر يعني خارج عن القدرة لدى شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره أن يستطيع طعن جندي، ومن ثم السيطرة على سلاحه وإطلاق النار عليه واستقال تنفيذ 3 عمليات في أقل من ساعتين. هذا يعني أننا أمام دقة وأمام احترافية وأمام صدمة للاحتلال الإسرائيلي، هذا على الصعيد الميدان والتوقيت الأمني. أما على الصعيد السياسة، فالاحتلال الإسرائيلي وضمن أجندة الانتخابات الداخلية لديه وضمن أجندة الغطرسة والعنصرية المستمرة بحق الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اقتحام غرف الأسرى والتنكيل بهم والتنكيل بالأسيرات. يعني سنتطرق أكثر عن هذا الموضوع بعد قليل، لكن كإجراء احترازي قام الجيش الصهيوني بغلق بلدات فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، هل تتوقعون مداهمات واعتقالات خلال الساعات القادمة؟ المداهمات والاعتقالات بدأت منذ 5 ساعات من الآن. أقصد المزيد منه. نعم، قاموا باقتحام العديد من المدن والبلدات في شمال الضفة الغربية. الاعتقالات طالت عدد من أهالي منطقة بلدة الزاوية في سلفيت شمال الضفة الغربية، اقتحامات لمنازل المواطنين، استخدام الكلاب البوليسية، نصب الحواجز العسكرية، الإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة. كل هذا ميدانياً الآن تمارسه قوات الاحتلال ضمن إطار العقوبات الجماعية، وهذا نوع من أنواع العنصرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني، حيث يتم الضرب بيد من حديد على كل الشعب الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه. الجديد أيضا أن قوات الاحتلال رغم التشديد الأمني الذي نشرته منذ يومين تمهيدا لأعياد يهودية في الكيان، إلا أن هذه العملية نفذت وذهل الجنود المستوطنون أمام قوة هذا الشاب. سيد محمد، هناك من يرى أن الخيار المقاومة المسلحة هو ربما خيارا أصبح كلاسيكيا إذا صح التعبير. الآن هناك من يرى بأنه يجب أن يكون هناك خطوات سياسية من أجل حل هذه المشكلة والأزمة التي يعيش فيها المجتمع الفلسطيني، لكن ما الذي نجحت به السياسة في فلسطين لكي نقول بأنه خلص انتهى فترة الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة، نلتجئ أو نلجأ إلى الخيار السياسي؟ هل تعولون على الخيار السياسي كحل ينهي الأزمة الموجودة في فلسطين؟ إذا قال البعض بأن خيار المقاومة بات خيارا كلاسيكيا، فلماذا لا يقولون بأن خيار العنصرية والبطش الإسرائيلي والعسكرية الإسرائيلية بات كلاسيكيا وعليه من يتخلى عن هذا؟ لماذا مطلوب من الضحية أن تتخلى عن ما هو سلاح الوحيد والممثل الشرعي لها، وكذلك الذي كتبته الحقوق الدولية والمحافل الدولية؟ لماذا يقال عنه أنه كلاسيكي وأنه لا يوجد خيارات إلا السياسة؟ لماذا لا يطلب ذلك من الإسرائيلي ومن كل جيوش العربدة في المنطقة أن يتركوا العسكرية وأن يذهبوا باتجاه الكلاسيكية؟ الانقلابات العسكرية تحدث في المنطقة من خلال العسكرية والبطش، وكذلك الدفاع وزارات الدفاع في كل الدول ليست كلاسيكية، هي عسكرية. فلماذا الشعب الفلسطيني الذي تحسن حقوقه الآن نتحدث عن أن هذا السلاح بيده كلاسيكي وعليه أن يتخلى عنه؟ أعتقد أن الشعب الفلسطيني الآن ليس لديه خيارات أخرى، خياره المقاومة، والمقاومة مكتولة على كل الصعود المحلية والدولية. وكذلك الأخطر من ذلك أنه لا يجب أن نغفل أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر ويصاحب من انتهاكاته. فإذا ما ذهبنا إلى اتفاقية أوسلو سيئة الذكر، فإن الاحتلال الإسرائيلي قد داسها بجنازير دباباته وبرصاصه الذي اخترق أطفالنا واخترق منازلنا، وكذلك بعربدة مستوطنيها الذين يحرقون الأطفال والنساء في بيوتهم. المنطق يقول أن الاحتلال الإسرائيلي وجب عليه أن يزول،
ووجب عليه ان ينهي هذه العنصريه تجاه الشعب الفلسطيني. ماذا بيد الشعب الفلسطيني؟ عندما يقتحم المدن والقرى وتحتل الفتيات ويقتل الشباب بدم بارد ويهان الاسرى والسجون، ماذا لديهم وماذا هم فاعلون؟ طيب كيف ترى تعاطي الدول العربيه مع القضيه الفلسطينيه في ظل دعوات اتحاد المحامين العرب لمواجهه التطبيع مع الاحتلال الصهيوني؟ الدول العربيه موقفها بات كلاسيكيا وبات سخيفا، والأخطر من ذلك أنه بات سيفا يسلط على الفلسطينيين، وكأن العمق العربي والعمق الإسلامي الذي كان الفلسطينيون متمسكون به بات عدوا لهم وبات سلاحا لهم، سلاحا ضدهم عفوا، ويستخدم هذا السلاح من بعض الأنظمة الاستبداد والديكتاتورية وبعض أنظمة التبعية في أن يكون هناك تطبيع وترويض للشعوب العربية والإسلامية بحجة إنقاذ الشعب الفلسطيني. لذلك هذه المواقف العربية التي كانت، ورغم أنها كانت بروتوكولية وديكورات، إلا أنها الآن باتت أكثر سلبية. ما يحدث في إمباحات المسجد الأقصى المبارك من سيطرة وتوسع عنصري إسرائيلي واضح، ووسط صمت الدول العربية، ما يحدث هذا بحد ذاته عار يسجل في التاريخ على كل الدول. عندما تقول بلاد الأرض أوطاني من الشام إلى من إلى تطوان، هذا يعني أننا بدنا نتحدث عن سخافة وعن حلم، عن الحلم العربي الذي هدر على وقع عربدة أنظمة. وضحت الفكرة سيد محمد القيق، الصحفي والفلسطيني محمد القيق، شكرا جزيلا لك.